أما هلأ رح نبلش أولى محطاتنا سالي، ورح نروح للمساحة الطبية. بالآونة الأخيرة من السنة الماضية وحتى الآن كتر كتير الحكي صحيح. عن فيروس كورونا وتأثيره على الجسم بكتير من النواحي. كتير ناس طبعا اعتبروا أنه في تأثيرات جانبية بتستمر لفيروس كورونا بعد الإصابة، والبعض الآخر قال لا. ولكن حقيقة هذا الموضوع العلمية ودراسات كتير انتشرت بالفترة الأخيرة عن هذا الموضوع، واليوم رح نحكي بفقرة بخصوص لقاح كورونا وهل هو ممكن يأثر على العقم أو الحمل. أسئلة كتير رح يجاوبنا عليها ضيفنا الاختصاصي لليوم الدكتور مروان الحلبي. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير وأسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت صباحنا. يمكن دائما لنا سنتين يعني بهاجس كورونا، وصلنا للمرحلة تبع اللقاح وكثرت الأقاويل والتساؤلات، هل اللقاح آمن؟ هل اللقاح فعال؟ هل اللقاح له نتائج مضاعفات؟ عدة أمور كتير عم تتساءل عن العالم. خلينا نحكي في صلب الموضوع في اختصاص حضرتك. يعني كمان عم يقولوا أنه ممكن لقاح كورونا يأثر على العقم لدى الرجال أو النساء يعني على حد سواء. فخلينا نأكد هالمعلومة أو عدم صحة هالمعلومة. نعم، يعني حقيقة يعني كما تعلمين البيان الذي صدر عن الجمعية الأوروبية والأمريكية وحتى البريطانية للإخصاب يعني أشار بأنه اللقاح آمن في الحمل وخاصة في الثلث الأوسط للحمل، ويعني وهناك دراسات كثيرة صدرت عن علاقته بالعقم. أولا علاقته بنقص الخصوبة اللي أنا بحب دائما سمي نقص خصوبة أكثر، لأنه معظم حالات تأخر الإنجاب صار لها حل، فهي فيها تفاؤل أكثر كلمة نقص الخصوبة. لذلك خلينا نحكي أول شيء عن نقص الخصوبة عند الأنثى أو عند السيدات بشكل عام. طبعا شاع بالفترة الأخيرة وجاءنا أسئلة كثيرة أنه يحدث نقص مخزون مبيض ويحدث عقم عند السيدات ويحدث فشل الحمل باعتبار أن الأضداد المتشكلة يعني تهاجم بروتين موجود في المشيمة مسؤول عن التعشيش، هذا الذي شاع أكثرا. بعد طبعا أجري تنميط جيني لهذا البروتين وثبت أنه هو مختلف جينيا بعد سلسلة الدي ان اي عن ما يهاجم الأضداد أو عن بروتين السبايك الموجود على غلاف فيروس الكورونا. بتعرفي اللقاح يحدث أضداد تمنع من ارتباط الفيروس بالمستقبل تبعه الأساسي اللي موجود على سطح الخلية واللي هو الاس 2 اللي بدخله ضمن الخلية. فطبعا ثبت انه هالشيء ما نو صحيح ولا يؤثر بالمطلق على العقم الأنثوي او على نقص الخصوبة الأنثوي. نعم. هذا اولا. طبعا باعتبار انه هذا المستقبل موجود في الخصيتين بشكل كبير، وهناك كثير من الامراض الفيروسيه تصيب مثل النكاف على سبيل المثال، يصيب الانسان ويصيب الخصيتين ويتلف النسيج الخصيوي احيانا طبعا، ويصيب موجود ببعض الاعضاء الاخرى ايضا. صحيح. بالنسبه للعقم الذكري طبعا طلعت تقارير كثيره، اخر اثنين استطاعوا يعزلوا فعلا الفيروس من السائل المنوي. في دراسة على 32 حالة تم عزل الفيروس من 6 حالات، ودراسة أخرى صدرت مؤخرا عن 22 عزل من 9 حالات. إذن الفيروس موجود، يعني موجود في السائل المنوي. ودراسة أخرى بحالات بسموها كيس سيريز أو حالات معينة تم وجدوا أنه يحدث بعض التلف البسيط طبعا ببعض النبيبات الناقلة للمني في الخصيتين. إذن إلا أنه ولا دراسة أثبتت أنه يحدث حالة من العقم الذكري أو نقص الخصوبة الذكري، إلا أنه يعني حتى التقارير يعني لا يعني ما في أي دراسات تثبت ولا تنفي، إلا أنه من المنصوح به أنه يعمل تقييم لحالة الخصوبة الواحد بعد الإصابة من الـ 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 من بعد الإصابة من مرض الكوفيد 19 بثلاث شهور تقريبا. هلا بالنسبة للقاح هو يقي من هالإصابة، فهو تمام سواء كان لقاح ار ان اي ولا لقاح بيشتغل على سبايك مثل سبوتنيك او الاسترازينيكا، فهو اصلا يقي، معناته هو يقي من نقص الخصوبة. على العكس تماما، اللقاح لا يحدث نقص خصوبة او عقم ذكري، بالعكس هو يقي من نقص الخصوبة، لذلك من المنصوح اخذه عكس تماما ما يتداول به.
بكل تأكيد. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم كمان، كثير من الأسئلة دارت حول اللقاح بحد ذاته، وخصوصا أنه الناس بتقول يعني أنا وقت باخذ اللقاح معناته أنا انصبت بالفيروس. لسه في شوية خليني أقول عدم معلومات واضحة. نعم. بشكل دقيق عن نسبة الأضداد اللي بيكون موجودة باللقاح مع نسبة الفيروس اللي موجودة، وخصوصا هلأ شفنا متحور جديد دلتا ما إلى ذلك، مدى فعالية هاللقاحات بالنسبة للمتحور والطفرات الجديدة اللي موجودة بالفيروس؟ نعم. طبعا رح زق اللقاحات طبعا انواع عديده، بعضها يعني يعمل على مستوى الار ان اي. شو يعني الار ان اي؟ تدخل هيول الخليه وتنتج البروتين اللي هو اللي بتشكل منه سبايك، وهذا البروتين لما يدخل الجسم بده يتشكل له اضداد، فهالاضداد تكون كميتها كبيره، حتى احيانا تفوق كميه الاصابه، وقد تكون مدتها اطول. اذا هذا احد الانواع اللي على الار ان اي. اللقاح، بعض اللقاحات استخدمت فيكتور مثل ناقل بسيط، فهي عباره عن قطعه من الدي ان اي اللي بتنتج هالسبايك، هالبروتين سبايك، وبالتالي وطبعا الادينو فيروس مثل اللقاح الروسي واللقاح البريطاني الاسترازينيكا الموجود متوفرين بسوريا، هي عمليا خبره العالم فيها اكثر من 40 سنه، لا يمكن ان تعمل تداخل جيني ابدا، لانه الادينو فيروس هو التطعيم التقليدي، هي عباره عن انتاج بروتين السبايك، وبالتالي الجسم رح يشكل له اضداد، والاضداد رح توقي من الاصابه. هذا بالمبدا العام، ومن وخبره العالم فيها اكثر من 40 سنه. هلا بروتين اللقاحات الار ان اي خبره العالم قليله، والدراسات البعيده المدى ما زالت يعني قليله ايضا، اما بالادنو هي خبره طويله، لذلك المستوى الاضداد رح يكون عالي، ورح يكون وقايه جيده بكل تاكيد. نعم دكتور، ايضا لكل حدا متخوف يعني او عم يتساءل بيروح بيعمل تحليل الخصوبه ليشوف قديش نسبة عنده، فيفضل التحليل له وقت معين، يعني أحيانا بينعمل بتوقيت بيطلع منخفض، وأحيانا عن جد بيفرق شوي. نعم. فولا لا هو لا يعني واحد حقيقة، هي بالنسبة لتحليل الخصوبة عند الذكور والتحليل والإناث الأساسي وفحص السائل المنوي بشكل عام، والإناث فله شروط معينة، والإناث إلى يعني في كريتيريا أو نورم عالمي لتقييم الخصوبة، سواء كانت تحاليل او استقصاءات مخبريه او فحص كيف؟ سريري طبعا عند عيادات الخصوبه، يمكن تراجع الست بتراجع العياده بتعمل بعض الاستقصاءات، هناك تحليل يشير الى مخزون مبيض مثل الانتي مولارين هرمون او بعض التحاليل الهرمونيه او الفحص بالامواج فوق الصوتيه وقياس مخزون المبيض. تمام. قصدي على التوقيت، يعني اذا كان مع كورونا او اخذ لقاح الكورونا وعملت بعده دغري هذا التحليل ما بيتغير ابدا، هي باعتبار انه لا يؤثر، باعتبار انه لقاح الكورونا لا يؤثر او لقاح الكوفيد 19 لا يؤثر مطلقا على الخصوبه، بالعكس انا اشير انه يحمي من نقص الخصوبه بالنسبه للذكور. هلا عند الناس هناك يعني بالمطلق مثبت انه لا يؤثر ابدا على مخزون المبيض او على هلا قد احيانا الحاله النفسيه تتاثر، وهذا امر بسيط جدا، ويعني تجاوزه امر سهل. تماما. طيب دكتور، كمان في ناس بتسأل انه باعتبار الكورونا هو ايضا اساسا مثل الجريب ولكن متطور اكثر واكثر فتكا وخطورة على جسم الانسان، نعرف انه كبار السن بالعموم او اللي عندهم امراض مزمنة، نعم، كل سنة كان ينصحهم الطبيب انه خذوا لقاح الجريب قبل موسم الشتاء، او اللقاحات المخصصة قبل موسم مثلا الربيع او الخريف او ما الى ذلك. هل رح ينطبق هذا الموضوع على كورونا؟ هل سيطلب اليوم من الأشخاص الكبار بالسن واللي عندهم أمراض مزمنة أنه سنوياً يتم التلقيح؟ نعم، يعني كما لاحظتي في برنامج التلقيح الوطني يعني أخذ بعين الاعتبار الأولويات كانت للكبار السن المصابين طبعاً اللي عندهم أمراض ومن ثم أو المعرضين أكثر مثل مقدمي الخدمة الطبية بالمشافي طبعاً. إذن لوحظ بهالموضوع وأخذ بعين الاعتبار الأولويات. لا شك أنه الدراسات البعيدة المدى لبقاء الأضداد أو استمراريتها بالجسم يعني ما أنا موجودة حتى الآن. هلأ بعض الدراسات صارت تشير أنه لإعطاء الجرعة الثالثة من بعض من لقاح فايزر على سبيل المثال أو لقاحات الار ان اي. حتى الآن الموضوع ما زال بين أخذ ورد، ولا يوجد ما هناك دليل علمي دامغ حول استمرارية أو بقاء حتى ممكن اللقاحات تتغير، لأن الموضوع المرحلة القادمة ستكشف الحالة. نعم، يمكن دائما من وقت ما هالجائحة
غزت العالم خلينا نقول، والدراسات مختلفة، دراسة بتقول شيء والدراسة الثانية تنفي شيء آخر، والعالم متخبط ما بين الدراسات. فينا نحن نستقر على شيء معين انه الكوفيد 19 هو فيروس بيدخل الجسم بخرب بالجسم، واحيانا يعني اذا بنرجع بنعمل صوره للصدر في لسه ارتشاحات كيف ما تبقى منها. فشو فينا نحن هيك يعني نقول للعالم؟ حقيقه نحن يعني في منهجنا الطبي هو نعتمد الطب المسند بالدليل، فاذا هناك دراسات، مستوى الدراسات عالي، هناك بعض الامور اصبحت شبه مثبتة بمقاربة وعلاج الكوفيد 19. هلا ما زال يعني أي جائحة جديدة باعتباره مرض جديد ومتحور جديد، فيعني لا نستطيع الانتظار حتى ظهور الدليل لأنه راح تكون نتائج كارثية. لذلك أحيانا نبدأ بالعلاج ولو دراسات أقل، إلا أنه الدراسات طبعا سنة ونص بالعالم مشغول بدراسات الكوفيد 19. لا شك يعني ظهرت دراسات بالآلاف إذا ما قلنا صحيح. فمع ذلك بعض الأمور وكل يوم في دراسات جديدة طبعا بمنهجية علمية عالية قد تقدم الجديد. أنا يعني بتمنى كمان أحكي شوي عن الحمل، يعني موضوع لأنه أسئلة تراودنا كثير عن اللقاح، هل يعطى للحامل ولا لا؟ هل يعطى للمرضع؟ لأنه هاي أسئلة بتريحنا وبتريح المشاهدين. طبعا نحن كنا جايين على الطريق معك هدول الأسئلة. لأنه هلا آخر تقرير أنه طبعا حتى تعليمات اللقاحات أنه يمكن إعطائها للحامل. هلا باعتبار أنه فترة تشكل الأعضاء بأول 3 شهور هي الفترة اللي بتخوف الحامل بتخوف الناس، يفضل إذا كان الموضوع والست ما أنا معرضة للعدوى بشكل كتير كبير، ما أنا عالية الخطورة، ما أنا هاي ريسك للعدوى، يفضل أنه تأجله للثلث الأوسط من الحمل، يعني من الأسبوع 14 حسب تعليمات الصادر أو حسب البيان النهائي الصادر عن العلمي صادر عن جمعيات العلمية، يفضل تأجله من 14 لل 33 أسبوع، يعني بالثلث الأوسط الحمل. كثير بيراود إذا واحدة أخذت لقاح وصار واكتشفت حالة حامل، يا ترى بتاخذ الجرعه الثانيه ولا لا؟ ايضا هي يعني بدنا نميز بين حالتين، اذا هي من المعرضين كثير للاصابه يمكن تاخذها لانه التعليمات الاوليه انه يمكن اعطاء اللقاح بالحمل، اما اذا كانت هي ست بيت وما انا معرضه ممكن تاخذ يعني كل الاجراءات الاحترازيه للوقايه وتاجله للثلث الاوسط للحمل، وفي ناس بياجلوا حتى لبعد الولادة. في دكتور في ناس انصابت وهي حامل ولدت، يعني السنة الماضية سجل العالم حالات ولادة أول طفلة معها كورونا تعافت، فهذا الشيء ما بظن أنه خطير إذا كان في متابعة مع الأطباء. هي مانا أكثر إصابة إذا أخذنا مع أقرانها، بس إذا أصيبت بسبب التبدلات الفيزيولوجية اللي بتصير بالجسم أثناء الحمل واحتياجات طبعا الجهاز التنفسي بده يأمن حاجة الجنين وحاجة الأم، التوسعات العائلية بتصير، حالة نقص المناعة المؤقت اللي بصير أثناء الحمل لحتى يستمر الحمل وهي حالة فيزيولوجية، هي بتزيد أو بتفاقم من أعراض أو من درجة الإصابة. يعني نسبة الإصابات الشديدة والكريتيكال الحرجة بالحمل هي أعلى من أقرانها بشكل عام، إذا بس كإصابة بالمجمل هي مانا أكثر، فهي تعتبر يعني وصنفت حديثا هي أكثر عرضة للإصابة، وإذا أصيبت هي أكثر اختلاطات وأكثر قبول بالمشفى وأكثر احتياج للتنفس أو أجهزة التنفس الاصطناعي. هي النقطة المهمة. وهلأ صدرت تقارير حديثة بدراسات محكمة أنه تزيد من نسبة الولادات الباكرة الإصابة خاصة بالثلث الأخير، والولادات الباكرة قد تكون ناجمة عن الإصابة وقد تكون هي محدث بفعل الطبيب، إذا صارت حالة المريضة حرجة هو بيضطر يولدها لحتى ينقذها، فيعني نسبة الولادات الباكرة صارت بالمجمل أكبر تقريبا من 2 لـ3 أضعاف، وحتى زادت نسبة الوفيات داخل الرحم شوي. لذلك الإصابة ما أنا آمنة 100% أثناء الحمل، اللقاح مهم جدا إعطائه حتى عند العاليات الخطورة حتى عند الحوامل، هي نقطة كثير مهمة وعند المرضعات لأنه لا يؤثر أبدا، لا ينتقل عبر الحليب فلذلك لا يؤثر على الإرضاع أيضا. هون دكتور عم نشجع أنه يأخذوا اللقاح ولكن حسب تعليمات الطبيب وحسب حالة المريضة أو الحامل، خلينا نقول ما عم نقول المريض يلي هي معرضة أو مصابة بكورونا سابقا وهلأ بدها يعني تتلقى. هون نحن كمان في سؤال نسأله، إذا كانت مصابة بكورونا وطابت من كورونا الحامل ورجعت حملت دغري ومرة تانية بتاخذ لقاح؟ هلأ الإصابة
لا يعني لا يعني لا تعفي السيدة من اخذ اللقاح مثل ما كل السيدات لا تعفي مثل ما اسلفنا انه حتى المصابين ياخذوا اللقاح لانه بتزيد نسبة الاضداد تبع السبايك وبالتالي بتزيد التمنيع وبتصير فترته اطول. فحتى يعني معظم كثير من الناس اصيبت واخذت لقاح ولازم التعليمات منظمة الصحة العالمية حتى لو اصيب الشخص لازم ياخذ اللقاح. تماما. طيب دكتور خلينا نحكي كمان اليوم بما انه نحن عم نتوغل بموضوع الحمل والولادة وهي خلينا ننتقل لمرحلة الارضاع. اذا ام هي مرضع وعم شكت انه هي مصابه او عندها حاله اصابه شو الاجراءات اللي لازم تاخذها؟ هل بياثر هذا الشيء؟ هل بده ينتقل طعام الطفل بدل حليب الام للحليب الصناعي؟ وخصوصا هي الفتره بكون حرجه، بنعرف الحليب الطبيعي دائما بيرفع مناعه الطفل من كثير امراض بالمستقبل. ام هل فيها تتلقح عادي كمان هذا بياثر او لا؟ تعطينا المعلومات يعني. اول شغله اللقاح يعطى للمرضعات بشكل مؤكد. البعض يعني بعض الدراسات اشارت الى انه بعد اللقاح توقف الارضاع لمده خمسة الى سبع ايام فقط. هي بعض البعض الاخر قال ممكن تكمل لانه يعني لانه في حسب نوع اللقاح، في بعض اللقاحات مضعفه طبعا فيروسات مضعفه، في بعضها حسب نوع السبب انه يعني عنده اعراض قد تكون اعراض خفيفه. يعني بعض الدراسات يعني نصحت علما انه برجع باكد انه اللقاح لا ينتقل عبر الحليب، يعني ما في شيء اثبت انه ينتقل عبر الحليب ولا ينتقل على الجنين بشكل عمودي الا بحالات قليله لا تؤدي الى انتان داخل الرحم او تشوهات جنينيه. لذلك يعني هو امن. هناك بعض من نصح بخمسه الى سبع ايام لانه الجمعيه مثل ما حكينا التقرير الاخير اللي صدر الشهر الماضي عن منظمه الصحه العالميه وعن الجمعيه البريطانيه ما في اي مشكله لا يعني فيها تكمل الارضاع بشكل طبيعي بالنسبه للقاح. اما الاصابه طبعا هي الاصابه بتكمل مع اجراءات احترازيه خاصه بالارضاع، يعني التعقيم الجيد، لبس الكمامه، تعقيم ممكن بهالفتره هي المرحله الحاده يعني اخذ الحليب بجهاز خاص واعطائه تقديمه للطفل يعني مو بشكل مباشر. وممكن ايضا يعني عن طريق شفط الحليب واعطائه للطفل بالادوات الخاصه لذلك يعني وحتى يعني بحالات اخرى ممكن الارضاع الوالدي مع اخذ الاجراءات الاحترازيه والعزل الكامل والتعقيم الجيد، طبعا اتباع كل الوسائل التعقيم، تعقيم الايدي، تعقيم بالنسبه للثدي عند المراه، الكمامه بشكل دقيق لمنع انتقال العدوى للطفل. هذا اكيد. فلا يمنع الاصابه، لا الاصابه تمنع ولا اللقاح من الارضاع الوالدي. شوفي قديش اهميه الارضاع طبعاً الوالدي طبعاً بالنسبه للطفل 100%. يعني اليوم هيك نحن حابين شوي اسئله كثير واستفسارات عند الامهات ونحكي اليوم كمان في سيدات بتكون بتاخذ طبعا يعني خليني اقول ادويه لحتى تم عمليه الحمل، في ناس مثلا خضعت لطفل الانبوب، فهل هذا بيأثر؟ نعم. كثير اسئله يعني بيخطر ببالهم. في اول شيء كلمه انه السيده التي تخطط يعني للحمل يجب ان توقي نفسها من الاصابه اولا، والسيده المصابه يجب ان توقي المصابه توقي نفسها من الحمل، معلش اذا اصيبت تتاخر الحمل يفضل على الاقل تاخر. وانا بحب كمان يعني اعطي توصي اللي اخذت اللقاح يفضل تاخر الحمل لبعد شهر من الجرعه الثانيه. نعم. بشكل عام هذا كتوصيه عامه، ما في مبرر انه هلا اذا اخذت سبوتنيك بيعطوها بعد تقريبا 21 يوم، اذا اخذت استرازينيكا فشهر شهر ونص. تمام. بعد الجرعه الثانيه لازم لشهر لحتى تخطط للحمل او فيعني مثل ما قلنا المصاب يجب ان يوقي نفسه او يتاخر الحمل، واللي عم تحمل توقي نفسها بالاصابه هي بالمجمل. نعم. بشكل عام بالنسبه لموانع الحمل يعني كل انحكى كثير عن المشاكل التخثر للقاحات اثناء الحمل. حقيقه هذا الشيء يعني في نوع من الاعلام، خلينا نقول الاعلام الاسود اكثر من الواقع. هلا حتى التقرير الاخير لا يمنع السيده من ايقاف موانع الحمل الهرمونيه الفمويه. نعم. اذا بدها تاخذ لقاح، يعني ممكن تاخذ لقاح بدون ايقاف موانع الحمل، لانه كثير كان يخوفوا الناس من موضوع المشاكل التخثر. منفصلين عن بعض. منفصلين. هلا اذا واحده عندها مشكله تخثريه تدرس على حدها، لانه هي ما راح تاخذ بدون استشاره طبيه. اذا عندها مشكله زي اهبه خثار او زياده بقابليه التخثر هي مشكله اخرى. اما حتى موانع الحمل توصيات منظمة الصحة العالمية يمكن أن تستمر فيها. نعم. وتأخذ اللقاح. هي بشكل عام بالنسبة للإخصاب المساعد طبعا لا شك أنه لازم تبلش إجراءاته. نعم. بعد اللقاح إذا كان
يعني جواب سريع هيك من حضرتك قبل الختام دكتور، يعني استمتعنا نعم. كثير بالفقره معك بالمعلومات. السيده اللي شوي قطعت عمر معين وهلا حابه تنجب يعني طفل الانبوب، ممكن نسبته منيحه؟ خلينا نسبة يعني شوفي، سوريا من البلدان اللي تطور فيها موضوع الاقصاب المساعد كثيرا ونتائجه عالميه، واكبر دليل انه قسم كبير من المرضى بالدول المجاوره بيجوا بيتعالجوا بسوريا بهالاختصاص هذا بالذات. هي اولا المهم جدا السيده اللي كبرت تعمل اختبارات مخزون المبيض، وهلا حديثا صار في حفظ للبويضات، اذا وحده تاخرت تجميد البويضات ممكن تلجا له، وصدر قانون بوزاره الصحه يعني يسمح بذلك من الشهر الماضي. فاذا وحده تاخرت ممكن تلجا لرعايه او حمايه الخصوبه لها بحفظ البويضات، وبالتالي بتقدر تستخدمها. واكيد دائما باراده رب العالمين. نعم. نتشكر وجودك معنا دكتور، وشكرا للمعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم على الفرصه الطيبه اللي اعطانا توضيح. نورتنا. الله يخليكي. شكرا لك دكتور، واهلا وسهلا فيك دائما.